مساء الخير مشاهدينا، مجموعة من الأخبار الاقتصادية والبداية مع العناوين. مجلس الوزراء يقر الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوتلة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني. ووزير الزراعة يترأس اجتماعا لمناقشة الدراسة المقدمة حول الواقع التي تعرضت للحريق في عام 2020 ووضع خطة لإدارتها. أهلا بكم. أقر اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء الإطار العام والمنهجية لإنجاز منظومة فوتلة إلكترونية متكاملة على المستوى الوطني وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد، ما يسهم في ضبط الأسعار في التعاملات التجارية والاقتصادية كلها وتقديم الخدمات وتحديد آليات التعامل بين المنتج ومقدم الخدمة والمستهلك، وذلك ضمن خطة الحكومة للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني. وأكد المهندس عرنوس أن الفوترة تشكل لبنة أساسية لضبط التعاملات التجارية وضمان حقوق المستهلك والدولة والمنتج وتحقيق عدالة التكليف، مشددا على أهمية أن يكون نظام الفوترة متوازنا ودقيقا ويشمل مراحل التعاملات الاقتصادية كلها، على أن يتم البدء بالتعاملات الأكثر إلحاحا والمنشآت الكبيرة بما يسهم في ضبط الأسعار. وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ البرنامج وتأمين متطلبات إنجاز المنظومة من النواحي اللوجستية والفنية والتقنية والبنى التحتية ودراسة تعديل التشريعات الناظمة بما يتواءم مع متطلبات عمل الفوتلة الإلكترونية بشكل شفاف ومرن وضمان تحقيق الترابط بين الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الاقتصادية. ناقش اجتماع عقد في مبنى وزارة الزراعة بالحجاز الدراسة المقدمة حول المواقع التي تعرضت للحريق في عام 2020 ووضع خطة لإدارتها بحضور كافة الجهات المعنية من الإدارة المحلية وفوج الأطفاء ودفاع المدني وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة الأرض. وبين المهندس محمد حسان قطنة وزير الزراعة أن الهدف من الاجتماع هو مراجعة العقد الاستشاري الموقع مع شركة الأرض وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم واقع الحرائق التي حدثت في سوريا عام 2020 وما هو أثرها على الغطاء النباتي الطبيعي وما هي آليات إعادة تجديدها وإحيائها وفق الأسس العلمية العالمية المعتمدة. وأكد الوزير أنه لا يوجد أي مسار لاستثمار الحراج اقتصاديا وإنما بيئيا وتنمويا، لأن الغابات يجب رعايتها وحمايتها من نواحي تنموية واجتماعية بهدف تلبية احتياجات المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة وتجدد النبات الطبيعي والحفاظ على الغابات رئة الحياة. الهدف هو إعادة الغطاء النباتي الطبيعي بالتجدد الطبيعي، أن لا نستثمر الغابات اقتصاديا وإنما هي عبارة عن غابات يجب رعايتها وحمايتها من نواحي تنموية واجتماعية. الهدف منا تلبية احتياجات المجتمع المحلي، الحفاظ على البيئة، تجدد النبات الطبيعي، للحفاظ على الغابات رئة الحياة. تم بناء عليه تطوير خطة قصيرة المدى ومتوسطة المدى لرفع من سوية أو كفاءة إجراءات سواء الوقاية أو الاستعداد أو الاستجابة أو إعادة التأهيل. هذا العمل حقيقة تم بشكل مكثف من خلال زيارات حقلية ولقاءات ميدانية ومراجعة الدراسات والقوانين والتشريعات والأطر الناظمة لهذه العملية في سوريا. تم في الاستعانة مع زملاء خبراء لديهم خبرة خاصة في هذا المجال من لبنان. النتائج هي عبارة عن توصيف للواقع الحالي للحراج بشكل عام في سوريا وبشكل خاص للمواقع أو للمواقع المحروقة في إذا
فينا نحكي بأربع محافظات في الجمهورية العربية السورية، من حيث مثل ما ذكرنا أعداد خطة للاستجابة وأعداد خطة للتدخل وأعداد خطة للإنذار المبكر للحريق وأعداد خطة للتدخل ما بعد الحريق في سبيل إعادة تأهيل هذه المواقع المحروقة والعودة بها إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحريق. يواصل عمال المطاحن في المؤسسة السورية للحبوب رفع طاقة الطحن اليومية رغم الصعوبات المتمثلة بانقطاع الكهرباء والأعطال الطارئة. وأكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن خطتها مستمرة لتطوير المطاحن العامة ورفع طاقتها الطحنية وتحديث خطوط الإنتاج والقيام بعمليات الصيانة الدورية وعمليات التعقيم المستمر والاهتمام بعمال المطاحن. سوقت المؤسسة السورية للتجارة حوالي 2400 طنا من الحمضيات في محافظتي اللاذقية وطرطوس خلال يومين. وقالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إن كميات الحمضيات المسوقة خلال يومي الجمعة والسبت بلغت في اللاذقية حوالي 1550 طنا وفي طرطوس 830 طنا. وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة عبر أدواتها في عمليات التسويق من المزارعين مباشرة وبشكل الدوغما وبأسعار مناسبة للمزارعين والمواطنين معا. قالت المفوضة الأوروبية للطاقة كيدري سيمسون في مؤتمر صحفي عقب اجتماع غير رسمي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي إن التوترات الجيوسياسية هي أحد أسباب ارتفاع أسعار الغاز. وأوضحت سيمسون أنه في السنوات الأخيرة وصلت أسعار الغاز في العالم إلى مستويات تاريخية عالية مما أثر بشكل غير مباشر على التعريفات في الاتحاد الأوروبي، ونتيجة لذلك واجه المستهلكون والصناعة صعوبات في دفع الفواتير. وأضافت أنه من أجل التخفيف على المستهلكين تبنى الاتحاد الأوروبي تدابير دعم بقيمة 21 مليار يورو. وأرجع الخبراء الزيادة في أسعار الغاز إلى عوامل عدة، منها انخفاض مستوى الإشغال في مرافق التخزين الأوروبية تحت الأرض ومحدودية العرض من الموردين الرئيسيين وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وصل إنتاج الصين من النفط الخام إلى نحو 199 مليون طن في العام الماضي 2021 بزيادة 2.4% مقارنة مع العام الأسبق 2020. ووفقا لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء، أوضحت الهيئة أن هذا الإنتاج يمثل زيادة بنسبة 4% مقارنة مع نظيره لعام 2019. وفي شهر كانون الأول ديسمبر الماضي وحده أنتجت البلاد 16 مليون طن من النفط الخام بزيادة 1.7% على أساس سنوي. وفي العام الماضي بلغ حجم واردات الصين من النفط الخام 513 مليون طن بانخفاض 5.4% مقارنة مع العام الأسبق 2020 بحسب البيانات.